شاب امريكي اسمه روندل ريد طلع مسدس وضرب مديره في الشغل بالنار بعد خناقه طاحنه حصلت بينهم، وبعدها راح واخد عربيته وهرب بسرعه من المكان، لكن الشرطه قدرت تحدد مكانه وفضلت تطارده يا صديقي لحد ما روندل عمل حادثه كبيره بالعربيه واتكسر فيها 9 عظمات من جسمه. فالضباط خدوه وودوه مستشفى انديان ريفر، وفضل قاعد بيتعالج هناك لمده 3 شهور لحد ما الدكتور قال انه خف وممكن ينتقل للسجن خلاص عادي. وفعلا يا صديقي الضباط خدوه وحطوه في واحد من اكتر السجون حراسه في العالم. لكن روندل اول ما دخل السجن قال والله ما انا قاعد لكم فيه وههرب زي ما هربت قبل كده، وبدا يركز في النظام الامني في السجن علشان يشوف اي ثغره ويستغلها ويهرب منها. لكنه اكتشف يا صديقي ان الهروب من السجن ده مستحيل حرفيا. السجن ده كان معمول فيه نظام امني جبار، لان الحراس كانوا بيراقبوهم 24 ساعه من الكاميرات اللي محطوطه في كل مكان، وكان فيه ازاز حاجب للرؤيه من ناحيه واحده بس واللي هي ناحيه الحراس. بمعنى يا صديقي ان الحراس شايفين المساجين اللي جوه، لكن المساجين مش شايفين الحراس اللي بيراقبوهم، وكانوا بيجوا يعدوا المساجين كل ساعه علشان يتاكدوا ان عددهم كامل. وحتى في الاستراحه المكان كان مترشق بالكاميرات، واللي مش بتسيب اي سجين الا لما تكون جايباه. وغير كده كانوا حاطين حراس واقفين بيراقبوهم ومعاهم بنادق صيد عيار 45. وعلى الرغم من كل اللي قلته لك دلوقتي يا صديقي، الا ان روندل صمم برضه انه يهرب، وبدا يسال المساجين عن مكان يهرب منه. فقالوا له ان في واحد من السجناء بيشتغل على خطه هروب زيك كده بالظبط، واسمه ليفي تايلور، واللي كان مسجون بسبب قتل من الدرجه الاولى وما كانش عاوز يقضي بقيه حياته في السجن. وتايلور اصلا كان مستني الحكم عليه في السجن ده، وتايلور كان متصنف كواحد من اخطر السجناء وكان عدواني جدا. وروندل فضل مستني اللحظه المناسبه علشان يكلمه لحد ما جه ميعاد الاستراحه وطلعوهم بره في الحوش. فروندل راح لتايلور وبدا يكلمه وقال له انا سمعت عنك وعرفت انك عاوز تهرب من السجن، انا كمان عاوز اهرب زيك، فايه رايك نتعاون مع بعض ونهرب سوا؟ خاصه بقى يا تايلور ان انا ليا تاريخ كبير في الهروب، ولو اتعاوننا مع بعض هنعمل عظمه. فتايلور رد عليه وقال له موافق. وفي نفس الليله دي يا صديقي روندل انتقل لزنزانه تايلور، ومحدش من الحراس شك فيهم لانهم كانوا سايبينهم براحتهم يناموا في اي مكان، بس اهم حاجه العدد يكون كامل. ولما روندل وتايلور اتاكدوا ان محدش سمعهم بداوا يتكلموا عن طريقه الهروب، وجات لهم فكره انهم يهربوا عن طريق فتحه التهويه اللي كانت موجوده جوه الزنزانه، واللي كانت بتؤدي لغرفه فيها المعدات، والغرفه دي كان فيها باب بيؤدي للاستراحه. فقرروا انهم يفتحوا فتحه هناك ويطلعوا على الاستراحه وينطوا من السور. لكن اول مشكله قابلتهم يا صديقي انهم علشان يطلعوا من فتحه التهويه لازم يقصوا القضبان الحديديه، وهم طبعا مش معاهم اي معدات يقصوا بيها. لحد ما تايلور افتكر ان في سجين قدر يدخل جوه غرفه المعدات وخد منها منشار ودخله جوه كتاب في المكتبه على امل انه ممكن يحتاجه في يوم من الايام. فطبعا يا صديقي تايلور دخل وجاب المنشار واستنوا لحد ما الحراس يطفوا النور علشان المساجين يناموا. واول ما الحراس خلصوا العمليه الروتينيه بتاعتهم واللي هي انهم بيعدوا المساجين كل ساعه، المهم يا صديقي ان اول ما الحراس خلصوا عد، روندل وتايلور بداوا مهمتهم، وكانوا عارفين يا صديقي انهم قدامهم ساعه واحده بس، ولو اتاخروا عن الساعه دي هيتكشفوا وهيروحوا في داهيه. علشان كده بداوا يشتغلوا بسرعه وفكوا المسامير بتاعه فتحه التهويه. ولما جم عند القضبان وبداوا يقصوها لقوا نفسهم وقعوا في ورطه كبيره، وهي ان قضبان فتحه التهويه كانت معموله من الحديد المسلح، يعني المنشار اللي معاهم بلح. لكن تايلور شغل دماغه وقال بدل ما نقص القضبان اللي من الحديد المسلح واللي مستحيل اصلا نقدر نقصها، ما تيجي نقص القواعد بتاعتها واللي كانت مصنوعه من الحديد العادي. وبالفعل يا صديقي الطريقه تنجح والحديد يتقص، لكن كان مستحيل انهم يقدروا يقصوه كله في يوم واحد علشان الدوريات اللي بتعدي تعد المساجين كل ساعه. فقرروا انهم يقصوه على كذا يوم، فراحوا مربطين المسامير بتاعه فتحه التهويه ودخلوا يناموا. ولما صحوا تاني يوم كانوا خايفين جدا من ان الحراس ياخدوا بالهم ويكتشفوا انهم لعبوا في فتحه التهويه، لكن لحسن حظهم الضباط اللي بيعدوا يفتشوا الزنزانه ما خدوش بالهم وما جاش في دماغهم اساسا انهم يفحصوا فتحه التهويه. ففضلوا مستمرين في تنفيذ خطتهم، وكانوا كل يوم يقصوا حته من قواعد القضبان، وكان القص بيختلف من يوم للتاني على حسب حاله السجن. يعني يا صديقي لما السجن يبقى هادي جدا ما بيقدروش يقصوا اي حاجه من القضبان، ولما يبقى في دوشه كبيره وهيصه بيقدروا يقصوا جزء كبير، لان طبعا يا صديقي القص بيعمل صوت. لحد ما في النهايه يا صديقي قدروا اخيرا انهم يقصوا القواعد الحديديه بنجاح، وكان فاضل بس انهم يخططوا هيعملوا ايه لما يطلعوا من غرفه المعدات ويوصلوا للاستراحه. وعرفوا ان بالليل مفيش اي حراس على ابراج المراقبه، لكن في كاميرات محاوطه المكان وممكن يشوفوهم بسهوله. وغير كده يا صديقي السور بيمثل مشكله اكبر علشان عليه اسلاك شائكه وما كانش ينفع يقصوها، وحتى لو قدروا يعدوا من الاسلاك الشائكه من غير ما تشرح جسمهم هيبقوا مضطرين يهربوا من الشرطه اللي اكيد هتكتشفهم. المهم يا صديقي ان تايلور جات له فكره علشان يحل مشكله الهروب من الشرطه، وراح مستغل
فرصة ان كل مسجون كان مسموح له انه يقابل حبيبته مرتين كل اسبوع ويكلم حبيبته علشان تقابله، وبيبقى في حارس معاهم في الاوضة وقت المقابلة وما ينفعش يسمع خطة الهروب. يعني لو قال لحبيبته على خطة الهروب الحارس هيسمعهم. فجات له فكرة انه يلمح لها بانه هيهرب عن طريق الاشارة، وقال لها على الخطة ومكان الهروب بدون ما الحارس يشك في اي حاجة، وقال لها على المكان اللي هتروح تستناهم فيه بعربيتها. وبعد ما انتهت المقابلة يا صديقي بدأوا يعملوا دمى على هيئة بني ادمين علشان يحطوها مكانهم على السرير ويخدعوا الحراس ويعطلوهم شوية، وعملوها من الجرايد اللي كانوا بيجمعوها، وراحوا ملونين ملابسهم الداخلية باللون الاسود علشان يبان انهم لابسين ملابس رياضية لما يجوا يهربوا من السجن ومحدش يشك فيهم. والخطة كانت جاهزة وكله تمام، وروندل وتايلور دخلوا يناموا علشان ينفذوا عمليتهم تاني يوم. ولما جه ميعاد التنفيذ وفكوا فتحة التهوية وبدأوا يدخلوا جواها، اتصدموا من ان فتحة التهوية كانت ضيقة جدا اكتر مما هم كانوا متخيلين، لدرجة يا صديقي ان روندل اتحشر جواها وتايلور طلعوا منها بالعافية ودخل هو مكانه لانه كان ارفع منه بشوية على اساس انه هيستكشف اللي فيها ويرجع تاني. وفعلا يا صديقي دخل جوا فتحة التهوية وطلع منها على غرفة المعدات، لكنه اتفاجئ بان الباب كان مقفول، فراح رجع تاني ونزل من غرفة التهوية على الزنزانة ولصم القضبان وقفل الفتحة. وروندل قال له انا عندي فكرة علشان اقدر اعدي من الفتحة، وهي ندهن نفسي بزيت الشعر وبكده مش هتحشر جوا تاني. فتايلور قال له احنا مشكلتنا اكبر من كده يا روندل. ولما سأله عن المشكلة تايلور قال له احنا لو جينا نكسر الباب المقفول هنعمل صوت كبير وممكن نتكشف. فجت لهم فكرة عبقرية، وهي انهم يجوا وقت ما المساجين بيسمعوا كرة القدم الامريكية ويكسروا الباب، لان في الوقت ده المساجين بيعملوا دوشة وهيصة كبيرة، فسهل جدا انهم يكسروا الباب بدون ما حد يسمعهم. وبالفعل يا صديقي تايلور خد واحد من القضبان الحديدية ودخل جوه الفتحة وقت ما المساجين كانوا بيسمعوا الماتش، وراح كسر القفل وفتح الباب. وبالرغم من ان صوته كان عالي جدا لكن محدش كان سامعه ولا مركز معاه، وكله كان ملهي في الماتش. وفي نفس الليلة يا صديقي بعد ما الماتش خلص والحراس مشيوا كان قدامهم ساعة واحدة بس علشان يهربوا، فجابوا اكياس الزبالة وملوها بالجرايد وحطوها مكانهم على السراير، وروندل راح مغطي جسمه كله بزيت الشعر وبدأوا يفكوا المسامير بتاعة الفتحة تاني. وروندل اخيرا قدر انه يعدي من الفتحة بدون ما يتحشر المرة دي. ولما وصلوا عند غرفة المعدات خدوا صواري معدنية ولبسوها تحت الهدوم علشان تحميهم من الاسلاك الشائكة، وفتحوا الباب وطلعوا يجروا ناحية السور. واول ما وصلوا عند السور راحوا راميين غطا كانوا جايبينه من سرايرهم علشان يقدروا يطلعوا على الاسلاك الشائكة بدون ما تعورهم. وبالفعل يا صديقي نجحوا في انهم يطلعوا ويعدوا اول سور، لكن الغطا اللي حطوه على السلك الشائك الاول اتحشر ولسه قدامهم سور تاني عليه سلك شائك، ولو اتهوروا وعدوا من عليه جسمهم هيتشرح. وهنا بس يا صديقي يظهر لك الذكاء وسرعة البديهة اللي كانت عند الاتنين دول لما قرروا انهم بسرعة يحفروا حفرة تحت الاسلاك الشائكة ويعدوا منها. وبالفعل يا صديقي ينجحوا ويخرجوا بره السجن. طبعا انت دلوقتي يا صديقي هتيجي وتقول لي ازاي بس يعني يا علوة قدروا يعدوا والكاميرات مترشقة في كل مكان؟ هقول لك معاك حق يا صديقي، هو فعلا من المنطقي ان الحراس كانوا يشوفوهم من الكاميرات اللي محطوطة في كل مكان، وهم اصلا ما كانوش حاطين اي حل للمشكلة دي غير انهم يهربوا بسرعة وعاملين حسابهم ان الشرطة هتلحقهم. بس زي ما تقول بقى يا صديقي الحراس اللي كانوا محطوطين على جهاز المراقبة ناموا. المهم يعني يا صديقي انهم في النهاية نجحوا وقدروا انهم يهربوا، واول ما طلعوا خلعوا الهدوم بتاعت السجن وهربوا من ناحية الشمال اللي المفروض حبيبي تايلور مستنياهم فيها علشان بعدها يا صديقي يضرب جرس الانذار في السجن والحراس يكتشفوا ان في اتنين من المساجين هربوا وراحوا مبلغين الشرطة علشان يدوروا عليهم. طبعا وقتها روندل وتايلور كانوا عمالين يجروا، لكن روندل ما بقاش قادر ونفسه اتقطع ولقى كرسي وقعد يستريح عليه، لكن تايلور قال له مفيش وقت قوم بينا يلا نجري بسرعه. روندل قال له انا ما عدتش قادر اجري، فتايلور راح سايبه وكمل جري. فروندل قعد ينده عليه لكن تايلور ما ردش وسابه ومشي. فوقتها صديقي روندل ما بقاش قدامه اي خيار الا انه يمشي لوحده، على الرغم من ان ركبته كانت بتوجعه ورجله كانت مصابه لكنه كمل مشي، وخصوصا بعد ما عرف ان الشرطه بتدور عليه. ولما المحقق اللي الشرطه كلفته انه يدور عليهم رجع قائمه الناس اللي زاروا تايلور لقوا ان اسم ساندي كان اخر اسم زاره واللي هي حبيبه تايلور. ولما ساندي كانت ماشيه بالعربيه الشرطه وقفتها لان الفانوس بتاع عربيتها كان مكسور، ولقوا وشم تحت عينيها باسم تايلور فشكوا فيها، فراحوا موقفينها ومكلمين المحقق المكلف بالبحث وقالوا له على مواصفات البنت اللي شافوها دي، وقالوا له كمان ان كان معاها شخص غريب وممكن يكون الشخص ده هو تايلور. فالمحقق قرر انه يستدعيها علشان يستجوبها. وعلى الجانب الاخر يا صديقي روندل لقى بيت مهجور فدخل واستريح فيه شويه، ولما جت ساندي والمحقق سالها انكرت وما جاوبتش، والمحقق ما قدرش يعتقلها علشان مش في ايده اي دليل ادانه. المهم يا صديقي ان بعد ما ساندي مشيت المحقق لقاها كاتبه على حساب الفيسبوك بتاعها تايلور الحر، فلما جابها تاني وسالها قالت له انها ما عندهاش اي فكره عن الموضوع ده، فضغط عليها علشان تعترف لحد ما انهارت واعترفت بكل حاجه. ولما قالت له عن مكان تايلور المحقق راح علشان يقبض عليه، لكنه في الطريق جات له مكالمه ان الشرطه خلاص مسكته علشان
تبقى تسيب صاحبك تاني وتجري، عادي اخره الخيانه. المهم يا صديقي انهم بعد ما حققوا معاه ما رضيش يقول اي حاجه عن روندل اللي كان مصاب ولسه قاعد في البيت المهجور، وقرر انه يكمل مشي ويطلع من المقاطعه علشان الشرطه ما تقبضش عليه. وقدر بالفعل يا صديقي انه يسرق عربيه وطلع من ولايه فلوريدا على اوهايو، لكن اول ما وصل هناك لقى عربيه شرطه لكنه قدر يهرب منها، وكان فرحان جدا يا صديقي انه اتخلص منها. وفي اثناء ما هو ماشي ومش مركز عمل حادثه كبيره واتقبض عليه واتنقل لسجن انفرادي بعد ما دخل المستشفى. طبعا يعني اللي حصل له في الاول يا صديقي هو نفس اللي حصل له في الاخر، لازمتها ايه الفرهده دي كلها يا عم روندل؟ وفي النهايه يا صديقي ما تنساش تفعل زرار الجرس وتتفاعل مع الفيديو ده علشان يوتيوب ينشره في كل مكان، ونستمر في التنزيل الى ما لا نهايه باذن الله يا صديقي. وبس كده.